منافذ غير رسمية، مصافي غير رسمية، والكثير من الأمور غير رسمية موجودة بالإقليم وبعلم الحكومة الاتحادية. كيف للحكومة الاتحادية أن تنظم العلاقة الاقتصادية، وبالتالي إقليم تابع للدولة، الإقليم بالتالي يطالب بحق الاقتصادي ومن الموازنة في كل عام، كيف للحكومة أن تنظم علاقتها الاقتصادية مع الإقليم؟ والله إذا نرجع للصفر بالعلاقات، أما الآن يعني مستحيلة، إذا ما نقول صعبة، لأن تمرسوا عليها، وبالتأكيد يعني إحنا نشعر أن أكو هذا نوع من عدم إمكانية اتخاذ قرار قسري لهذا الموضوع، يكون كبير جدا على حكومة الإقليم وبالذات على شعب الإقليم. نعم. إذا اتخذ قرار بمنع دخول أي بضاعة من الإقليم، تغيير كافة المنافذ، يعني مثلا عندك منفذ إبراهيم الخليل يدخل بحدود 10 مليار دولار للإقليم، احنا ما لنا علاقة به. المنافذ بالسليمانية كذلك،